خير متابعي قناه شوف تي في في هذا المباشر من مدينه الرباط اتجاه تماره. نحاولوا نشوفوا يعني اجواء الشارع يوم ثاني عيد بربع. واش تكون بالصحه والسلامه؟ كنتمنى من الله تعالى يرفع لنا هذا الوباء، لان كنشوفوا الحالات بتزايد مرتفع بحال البارح بين 1063 حالة. يعني كنتمنى من الناس ياخذوا المزيد من الحيطة والحذر، يحاولوا يتجنبوا وياخذوا مسافة يعني أمان ويحاولوا، لأن هذا الشيء غادي كيزيد. الله يرفع علينا هذا الوباء ويحفظنا ويحفظ جميع أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وعيدكم مبارك سعيد، وبقوا معنا نشوفوا الاجواء الشارع يوم ثاني عيد، الاجواء كيف عامله، كما كتشوفوا يعني المدينه يعني خاويه. ويجا ان شاء الله التماره. دابا حنا كنتواجدوا مدينه الرباط ويجا تماره. الأولى
منذ بداية الحجر الصحي ما كانش الأعداد كنا كنشوفوه، كنا كنشوفوه 33 34 ما بعد ولينا كنشوفوا 100 300، ولكن فات الأواخر ولينا كنشوفوا 1000 1060 1000. يعني حنا غاديين في واحد، خاص الإنسان يحاول ثاني عيد كما كتشوفوا الاجواء الشوارع الرباط تمارا سياسي. انا في الطريق، انا حداك، انا في الطريق.
مبارك سعيد. شكرا متابعي قناة شفتي فهاد المباشر.